السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ طال الله عمرك في طاعة الله جميعا يا رب. وزادك من علمه. يا رب وإياك. اللهم امين اللهم امين. والله انا مش مصدق ان انت يعني فتحت عليها، والله مش قادر. يا أخي ارفق بنفسك وارفق بنا، الله يبارك فيك. تفضل. الله يا شيخنا، بس كنت معلش كنت عايز اعرف بس العله في حديث ايام حسن سرت زوجها الطلاق، ايه العله اللي خلت الحديث ده لا يصح ده؟ مش اكتر، معلش يعني انا اسف. أيوم امرأة سألت زوجها الطلاق في غير غير ما ما بقى في غير ما الله بأسه. عليها الجنة. أيوه، في علال، في علة، أظني إن ما كنتش واهم من علة بالإرسال. يكون الأكثرون رواه مرسلا، واحد وصل، والمرسل من قسم الضعيف. وبعدين أنت تسمعني يا أخي الكريم، انا سامعك يا شيخنا، بس انا بس بس والله لما يقول لك معلش، مرسل، انا بعز الشيخ مصطفى جامد جدا، فمعلش الحديث ده لا، يعني حد كذا مره حد ناقشني فيه الحديث انا معلول، الحديث معلول، الحديث معلول. وراجع كتب العلل، خرج العلل يا عبد الرحمن الآن بسرعة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرمنا عليها راحة الجنة، أنا أعرف أنه مرسل معلم. انا والله تعبت، انا تعبت في لا، البحث. ما تتعب. أنا أسألك سؤال يعني حتى من ناحية العمومات الشرعية. افترض أن امرأة كرهت زوجها كراهية شديدة، تنتحر ولا تعمل إيه يعني؟ لا طبعا ما تنتهكش، بس اكيد خلاص. الكره بيكون بعله يعني او بسبب مش اكتر. لا، عفوا عفوا، قر المقة من الله سبحانه وتعالى، المحبة طبعا المغزوفة في القلب والبغض المغزوف في القلوب، كل ذلك من الله، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. فلا تقل لازم علة ومش لازم علة، لازم علة أو مش لازم علة. هي امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى الرسول وقالت: يا رسول الله، لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، خلقه طيب ودينه طيب، ولكني أكره الكفر في الإسلام. واخد بالك من الموضوع؟ لا، مش واخد بالي معاك. دميم دميم، وهي لا تحبه ولا تطيق. فإذا جاء يطلبها الفراش سترفض، وتقع في إذا رفضت وقعت في الإثم. فتلاقي انا اختلع بنفسي، خذ كل حاجتك وطلقني. الناس تعنت في هذا الباب تعنيتا شديدا، ويظلمون النساء. زوجتك تكرهك لاي عله، تمام، هل نفرض عليها فرض انها تبقى معك؟ لا طبعا لا طبعا. خلاص، واحده تكرهك يا اخي، اعطيتني مهر 1000، خذ ال1000 وفكني لوجه الله. انا مش قصه كده، انا قصه لا هي يعني قصه الحديث كده، لا في قصه كده، في واحد يحب مش صح يعني. شرحه الشيخ ابن عثيمين والشيخ، هو صار الشيخ شرحه عفا رحمه الله بناء على صحته عنده، لكن اقول لك انا ضعيف الاسناد، انا ضعيف. اقول لك عليك، انا مش عايز عليك والله يا لا انا طول، انا بس هذه مساله ذات اهميه، هذه المساله ذات اهميه. انا خايف ان يعني اصل يعني عفوا بيوت وبتدي وتخلي اي يا واحد اخي، انا اقول لك شيئا، قوانين الخلع المصريه الاخيره التي صدرت من 5 سنوات واكثر او اقل، انا اراها موفقه مع معارضه ناس كثيرين له. وانا انقم على اخواننا في السعوديه وفي غيرها من البلاد الذي يتبعون بعض اهل العلم هناك، تاخرهم في مسائل الخلع. المراه لا تريد زوجها، تاتي واحده مصريه مثلا من هنا، بنت شابه في ريان شبابها، ياتيها واحد من اي دوله من دول الخليج يغريهم ببعض المال، والبنت تظن انها تروح هناك تعيش في جنات النعيم، وابوها يجيب فيزا وامها فيزا ولن تتكلف عفشا، وبعد ذلك يعني تعيش جنب الحرم، والورود ما منشوره لها. تذهب تفاجئ ان الرجل شايب كبير السن لا يستطيع ان يعاشرها، تخشى نفسها للانحراف، تقول يا اخي خذ فلوسك وفكني منك. المحاكم تبقيها سنوات على ما تعطيها الاذن. أنا أتكلم على حقوق حتى جبلة بشرية. إذا من حاجة ما تطلب الطلاق أو غش أو في غش في الموضوع. لا، ما فيش من غير هذا. كانت تظن في زوجها شيئا طيبا ولم ترها فيه. الحب من يملكه يا أخي؟ أنا آسف على الإطالة.
طالما عارف. لا يا أخي الحب، أنا بتكلم لك ولغيرك مش أنت خصيصا. الحب الذي في القلب من يملكه؟ يملكه الله. يملكه الله، المقة من الله. ألقيت عليك محبة مني إني رزقت حبها. واحدة رزقت بغض زوجها تعمل إيه يعني؟ الكلام اللي انت سمعت منك الحديث ده فيه، كانت في أخت اتصلت عليك وقالت لك اني انا زوجي تزوج عليا وهو ما جاليش، فانت قلت لها غشاش ومدلس وجبان. اه طبعا غشاش. انت لما كنا اهل بيتك الان وتذهب تتزوج وتنجب وهي لا تعرف، ده في القسمة الشرعية، فين سنة، اين سنة رسول الله؟ اين سنة رسول الله في اعلان النكاح؟ هل الرسول كان يعمل؟ هل في برضه في السنة يا شيخنا حاجه تقول ان لازم الزوج يخبر زوجته؟ اعلنوا النكاح، اعلنوا النكاح. كل الناس عارفه، هو كل الناس عارفه يعني امره كان عارفه من اثنين وقت الفجر. اهو شوف الاخوه اصحاب لو انت قلت لها ممكن البيت يرخص، بس لو يا اخي يرخص يا اخي انت وهي عرفت بعد كده هتبقى في امر واقع. هتعيش انت تتبع السنه ولا تتبع البدعه والهوى؟ طبعا جدا يعني. طيب الرسول تزوج 12 امراه، مش 9 اللي ثبتنا عنده او 11 امراه، هل ورد انه اخفى عليهم؟ لا طبعا ما ردش. اي صحابي ما ردش، الله اعلم برضه يعني ما تعرفش. ما كل العالم تعرف ان الرسول تزوج، وفي الصحيح انه كان اذا بنى بامراه من نسائه، تزوج امراه من نسائه، يمر على غرف نسائه غرفه غرفه، السلام عليكن اهل البيت، يسأله كيف وجدت أهلك يا رسول الله، بارك الله لك فيها يا رسول الله. هذا الوارد في صحيح مسلم وفي غيره. إنما الأخ يمضي شهواته ويجزي نزواته وترك امرأته مهملة وتصبر عليه تظن أنه مشغول وهو متزوج ثلاثة غيرها، أي دين يسمح لكم بذلك؟ طبعا يا شيخ يكفينا يا عبد الرحمن. واحد مزوج ومخلف ثلاثة وزوجته لا تعرف، زوجته لا تعرف، وعند وفاته تأتي واحدة ترقص تسلم عليه في المستشفى وهو جالس مع أولاده وبناته وتبوس فيه، من أنت؟ أنت اللي جابك؟ تقول أنا زوجته ومخلفة ثلاثة. هل ديننا يسمح بهذا؟ غش وتدليس. السلام عليكم. وعليكم السلام.